يصرف الراتب التقاعدي إلا بعد إكماله سن 50 عام. عندي خدمة 36 سنة فعلية بالشرطة العراقية، وصار لي 4 سنوات بدون راتب تقاعدي، 4 سنوات بدون راتب تقاعدي، والسبب المادة 21 في قانون التقاعد العراقي الموحد. وعدونا قسم من البرلمانيين بتنزيل أو بتخفيض شرط العمر إلى 45، لكن لحد الآن فقط بس كلمات، كل شيء ماكو. اليوم هاي الناس اجت تتظاهر تطالب حقوقها، ناس شياب، ناس كبار، ناس معوقين، ناس في بيوتهم موجودين حاليا، ناس معوقين تطالب حقوقهم، مطالب زيادة رواتب المتقاعدين 50%، ثانيا زيادة الحد الأدنى الراتب 400 إلى 800، مكافأة نهاية الخدمة، المادة 12 متقاعدي الداخلية، تقليل العمر 45 سنة والخدمة 15 سنة. إحنا مجموعة من الضباط، إحنا قصرا وكوننا أسباب صحية، ودرجات عجزنا 35 و60 و85 عاجز كليا، وعندنا أيضا شديدي العوق. احنا يساوون اسوة بالمصابين بالجيش الحالي. احنا من رحنا راجعنا وطالبنا قالوا انتم معوقين حرب ما نريدكم. مطالبنا اليوم تأسيس نقابة، تعديل قانون التقاعد المدني والعسكري اثنيناتهم، تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعدين، يعني ميدا كفيء، شمول مكافأة نهاية الخدمة للجميع الكل، يعني اللي عنده خدمة 15 سنة 20 سنة الكل زين. يعني هواي اكو اشياء المتقاعد المفروض يعني بنى هذا الوطن المفروض الى مكانه. تجولت كاميرا الراشيد.